Hello, everyone. Welcome to our weekly virtual discussion series that's being hosted by the Chaldean Cultural Center in collaboration with the University of Michigan Detroit Chapter, Unique Voices in Films, and CMN TV. Today, our special guest is Ali Bnayan, and he is an archaeologist who works at the Iraq Museum. And our interview today is going to be in Arabic. أهلاً بكم اليوم ضيفنا علي بنيان وهو أثري في متحف العراق. أهلاً بك علي. أهلاً بكم وشكراً جزيلاً للاستضافة. فعلي هاي ثاني مرة إنه ضيفنا وهاليوم عنده موضوع كلش يعني جميل سيتحدث عن العرافة في العراق القديم. فعلي شنو هي العرافة بالضبط؟ نعم شكراً جزيلاً. احنا كعراقيين خلينا نتحدث بالفكر العراقي القديم او نرجع الى ما كانوا يفكرون به العراقيين القدماء. العراق القديم سابقا كان شعب له ارتباط كبير بالديانه، يعني الشعب متدين ارتباطه كبير بالالهه، كان يعزو كل ما يحصل اليه من كوارث او من امور حسنه او شر الى غضب الالهه او انه الالهه راضيه عنه. وعنده في فكره وفي خرجات نفسه انه بعض الامور لا يعني حتميه الوقوع، فدائما كان يطوق لقراءه المستقبل. فالعرافه تدخل فيها انه قراءه المستقبل، التعرف على اشياء ممكن ان تضر بالانسان، وايضا هناك بعض الامور يعني اللي كاشارات تحدث فتقرا وتعبر عنها، يعني تاويلات لها، يعني حدث يقع فالحدث الثاني اللي بعده يكون ترجمة للحدث الأول. فهذه العرافة. طبعا موضوع العرافة مواضيع طبعا المهمة واللي اللي يعني شلون كان معتمدة يوميا وبشكل كبير من قبل الملك وعامة الناس. العرافون يعني كانوا متواجدين في المعابد وفي القصر وفي بوابات القصر، دائما يقصدهم الناس والملك، فحتى أنهم كانوا يرافقون الملوك والقادة إلى سوح المعارك، كانوا يقصدون برأيهم وبما تخبئ لهم القوى العليا أو الآلهة. فكان العراق القديم أيضا يعني للعرافة دور كبير، يعني قلت لك يعني ما لا يستطيع أن يتخلى عنها في أي شيء أو أي مفصل من مفاصل حياته. وهذا الدور الكبير كان ويا السومريين ويا الأكاديين ويا البابليين، يو وقف أكو فترة يعني وقف ياهو لا فترة كان أقوى شيء. طبعا الفترات اللي وضتني طبعا أكثر شيء الفترات البابلية وما بعدها. إشارات طبعا عندنا من الإشارات يذكرها الدكتور سامي سعيد الأحمد، يقول إنه يذكر إنه الملك أورنانشا طبعا أول حاكم لمدينة لقش كان عرافا، وهذا يعني يدل على المكانة ومدى هذه العلمية اللي كان يتمتع بها هذا الكاهن أو هذا الشخص اللي يمتاز بالعرافة، حتى أنه يقول لي صور أتنابشتم مع عرافا وغيره. وبعدين يعني بالوقت قام يقل المنصب مال العراف؟ لا احنا شوف بالنسبة إنه يعني حتى بحياتنا اليومية يعني كثير الناس أنه دائما يحبون قراءة الطالع. صح. هذا الشيء لحد الآن أنه تعدد طبعا بمختلف الأساليب عن القديم يعني الحديثة. تشوف اليوم عندنا انه من يقرأ الفنجان وغيرها من الوسائل اللي احنا دائما نتوق الى ان نقرأ الاحداث المستقبلية، انه نشوف الافعال. وانا جاي اعد بالمحاضرة قرأت احد الفؤول المذكورة حول الحشرات والطيور وغيرها، فانا سامعة اساسا يعني في مجتمعنا وفي يعني خاصة مجتمع القرية يقال انه ظهور الديدان ذات الاجنحه تشير الى انه المطر او الامطار غزيره او فيضانات قادمه. هذا تفاجات به انا لما جاي اقرا واعد بالمحاضره، بالصدفه قريت هذا الشيء بهذا الموضوع انه انا يعني سامعه من اهلي او من مناطقنا، فهذا يدل على الارتباط او الموروث الحضاري للعادات والتقاليد يعني لدى سكان العراق.
زين بس بذاك الزمان، هسه احنا من يقرون الفنجان وهاي ما يروحون مثلا، كان بذاك الزمان تقول انه كان التعليم والطلبات العراف كانت يعني مهمة واكثر، لازم يدرسون مدة طويلة، فشنو كان البروجرام مالتهم؟ طبعا دراسة العرافة طبعا شيء كلش صعب بالنسبة لهم. ليش؟ احنا يعني نقدر نستنتج صعوبة الموضوع. لما تكون عراف انت لازم تقع عليك مسؤولية كبيرة، انه انت لما تكون مواجهة ملك وتحدد مصير مملكة وتحدد مصير مدينة، او انت نفس الوقت تكون تحدد مصير، قصدي اختيار ولي العهد. طبعا دخلت ك في اختيار ولي العهد وفي المعارك وفي حتى البناء وغيرها، فتكون مسؤولية كبيرة. فما من الممكن أن يكون دراسة أو تعلم بسيط حتى تكون عراف متمكن. طبعا العرافين خلفونا الكثير من النصوص المسمارية اللي أو هي قوائم لكل حدث وكل ما يترجم عنه وما يقرأ له. يعني نعيق الغراب في بيت شخص ما، نذير على أنه هذا الشخص راح يموت، فكان هكذا. فهاي كثير من هذه القوائم وغيرها، حتى يعني الكواكب والطيور وهذه الأمور اللي طبعا كانت الوسائل للعرافة. كان أشخاص يختاروهم يو هم مثلا يبينون نفسهم، شلون كان الاختيار؟ بالنسبة طبعا حسب ما يعني موجود وما مذكور، أن يكون لازم يكون صحيح البدن والقوام، ودائما يكون يعني لا يحتوي جسمه على عاهات يعني مستديمة أو ظاهرة. فهذا كان شرط، وكان يعني أيضا العراف يمتاز أنه دائما يدهن يعني نفسه بالزيت ويرتدي ملابس جديدة، خاصة عند قراءة الطالع للملك أو العرافة. زين كنت تقول قبل انه كان بس العرافين يعني رجال، ماكو نساء، ماكو يعني مقارن اشي. أنا بالنسبة يعني حسب ما قرأت يعني بكتاب مثلا دكتور فاضل اسمه فاضل عبد الواحد ودكتور سامي سعد الأحمد، لم يذكر أي يعني علل الكلمة أو وضع كلمة الكهان وغيرها، لكن لا أستبعد وجود أن يكون العرافين من النساء، لأن المعبد كان مكون من كهان وكاهنات. همنا السؤال انه الكاهن والكاهنة همن يعني كان عندهم نفس الشغل يو كان يختلف من هالناحية؟ هذا بس يكون كان ينطلهم غير اسم بس انه يعني لا الكاهن طبعا، الكهان والكاهنات، كل شخص وكل كاهن او كاهنه، كان هناك اصناف من الكهان، كل من الى مكلف بعمل قارئ التراتيل وغيرها والمعزم والعراف وغيرها من اصناف الكهنه. يعني كل اشبه ما يكون بمؤسسه وفيها موظفون مختلفون الاختصاصات، كل من يعمل او يؤدي عمله يؤدي عمل معين. فهذا ما كان عملهم، ما كان يخص العمل لهم هذا الشيء. العرافة كيف؟ يعني العراف إلها أشخاصها وإلها كهنتها الخاصة. طبعا العرافة إلها طبعا وردت لنا بالنصوص المسمارية بأسماء باللغة السومرية، اسمها نم آزو لو خال، وباللغة الأكدية بارتو أو بيرو. طبعا الشخص العراف أو الكاهن العراف ورد أيضا بأسماء اللي هو آيزو ولو خال، واسم آخر ماش شو قد. طبعا هاي الأسماء اللي طبعا وردت لنا من خلال نصوص المسمارية، وحددت لنا أسماء العراف واسم العرافة في العراق القديم. أيضا كبير العرافين ورد لنا باللغة الأكدية راب باري. للعرافة طبعا أنواع يعني حددت بحسب العلماء يعني الدارسين لهكذا أصناف وهكذا أمور في خاصة بالحضارة العراقية، إنه هناك العرافة العملية والعرافة السحرية. طبعا العرافة العملية طبعا اللي هي أي تستعمل فيها العرافة وسائل عملية من أجل الاتصال بالقوى العليا، هنا يقصد بالقوى العليا أي الآلهة ومعرفة مشيئتها. كان يضرب كأن يكون ضرب القداح،
أو يسكب الزيت في الماء أو يحرق البخور فيتصاعد الدخان من المبخرة. طبعا في كل حالة من الحالات هذا يكون الكاهن أو العراف بارو، طبعا اللي ذكرنا اسمه باللغة الأكادية بارو، قد هيئ الأجواء والفرص المناسبة لأن يؤثر الإله. طبعا تأثير الإله في هذه يعني بالنسبة احنا شو نسميها الوسائل العملية اللي هو يعدها، كان يكون ضرب القداح والزيت، رش الزيت في الماء وتصاعد الدخان، هنا يكون تأثير الإله في توجيه المعرفة والاستدلال عن الأحداث اللي مقبلة بالنسبة لمن يقرأ الفعل أو يقرأ يعني يعمل بالعرافة. يعني يترجم مثلا من دي يسوي هذا العمل، بعدين يترجم انه الحركه وين تروح، وهاي يترجمها انه شنو. نعم، بالنسبه شلون احنا نسميه المختص العراف يتلو يعني تعاويذ او قصدي ادعيه بهذا الشان، ويقوم مثلا برش الزيت او مبخره ويلاحظ تحرك الدخان فرضا الى اليمين او الى الشمال او غيرها، فكل اتجاه او كل حركه من هذا يفسرها ويقرأها بقراءة معينة حسب ما هو يعني مختص. طبعا عندنا النوع الثاني للعرافة اللي هو العرافة السحرية، طبعا وهي التي تحدث قوة تحدثها قوة خفية، هنا يقصد بها القوة الخفية أي الآلهة، ولا دخل للإنسان فيها مثل حدوث تغييرات في الظواهر الكونية والطبيعية كالخسوف واختفاء وظهور بعض الكواكب وحركة الرياح، أو عن طريق حدوث تغيرات في سلوك الطيور والحيوانات أو مظاهرها الخارجية والداخلية. كانت تحدث الآلهة علامات أو تغيرات في أحشاء الذبيحة أو في كبد أو في الكبد على الخصوص. طبعا بالنسبة للعرافة العلمية طبعا تندرج بها يعني قلت إنه ذكرنا ضرب القداح وسكب الزيت في الماء وتصاعد الدخان، هاي الأجزاء الرئيسية تقريبا يعني الممارسات العملية لمعرفة في العرافة. طبعا بالنسبة للعرافة السحرية تندرج بها مجموعة يعني فعاليات أو أعمال لمعرفة يعني شو نقول ما يخبئه الطالع أو الفأل، اللي من ضمنها هي العرافة المستمدة في حركة وسلوك الطيور والحيوانات. طبعا هناك يعني أناس مختصين من العرافين يتابعون حركة الطيور وخاصة طير الزاجل أو في اتجاهها وحركته من الشمال وإلى الشرق وكيف تحرك، وكل إشارات تصدر من هذا الطير يلاحظها العراف ويكتبها على شكل تنبؤات. طبعا وردت لنا من الأمثلة، طبعا كان الآشوريين يعني أيضا بارعين في البلاط الآشوري أنه متابعة الطيور، من ضمنها طبعا يقول بالنسبة للحيوانات أيضا والطيور لها فؤول بحسب حركتها. يقول إذا هاي من الأمثلة اللي وردت لنا من النصوص المسمارية راح أقرأ لكم من عندها، إذا مرت أفعى من يمين الرجل إلى شماله فسوف تكون له سمعة جيدة. وفي مثال آخر يقول إذا تكاثر النمل عند مدخل البوابة الكبرى فهذا نذير بسقوط المدينة. أيضا يقول إذا كان في المدينة نمل أسود مجنح فسوف يسقط مطر غزير ويأتي الفيضان. هذا يعني لغة هاي المكتوب اللي هسه تقرأ هذا، أما بالبابلي وبالآشوري يعني ما وردت إنه بالنصوص البابلية، خاصة النصوص البابلية طبعا جتنا كثيرا كثير من يعني نصوص العرافة، خاصة الأكثر والأشهر بها هي نصوص عرافة الكبد اللي راح نجلس يعني نتكلم عنها. Okay. عندنا أيضا العرافة المستمدة من الظواهر الكونية والطبيعية، اللي من أبرزها اللي هو يعني حركة الأجرام السماوية والكواكب، واللي نجم عنها ما يسمى بالتنجيم وقراءة المستقبل. وأيضا هناك بعض الأمثلة اللي نذكرها، يقول إذا وقفت الشمس في منزل القمر فسوف يبقى ملك البلاد ثابتا على عرشه. هذا يعني نشوفه أنه هو عرافة خاصة بالملك. وأيضا إذا وقفت الشمس فوق أو تحت القمر فسوف تبقى أسس العرش ثابتة. ومثال آخر، إذا طلع القمر وكان أصفر اللون فسوف يثور ابن الملك ضد أبيه. هذا النوع الثاني. عندنا أيضا النوع الثالث اللي هو العرافة المستمدة من الأجنة
والولادات المشوهة. طبعاً كانوا يلاحظون، طبعاً هذا ما يقتصر على الإنسان فقط، حتى على الحيوان، الأجنة وما تظهر بها من تشوهات إلها يعني إشارات معينة، طبعاً يترجمها بالنسبة للعرافين وكيف يكتب عنها أو ينذرون بها الملوك. وأيضاً طبعاً عندنا النوع الأكثر شيوعاً وأكثر استعمالاً اللي هو مثل ما ذكرت سابقاً عرافة الفأل، الكبد عفواً، والأحشاء الداخلية. فالعرافة المستمدة من الكبد والأحشاء الداخلية إضافة إلى الأنواع العرافة سبق ذكرها اشتهر العراقيون بها قديماً. يعني هنا الموضوع كيف أنه يجيب الكاهن دائماً كان يستخدم الأغنام ويتلو عليها أدعية وصلوات وغيرها، ويعني يدعو الآلهة وخاصة الإلهين، إله شمش، إله العدالة، وإله أدد، إله الرعد، طبعاً الإلهين المسؤولين عن العرافة. فبعدها يعني شلون نقول يقتل أو يذبح الغنم ويستخرج أحشائها الداخلية، ومن هاي الأحشاء هي الكبد، طبعاً نشوف عليها بعض الفقاعات وبعض التجاويف وبعض التشققات. فهذا كله مدونة عنده أو هو بحسب دراسته يترجمها إلى قراءات مستقبلية وإلى أحداث راح توقع. فبفعل حسب اعتقادهم أنه الآلهة دائماً بحسب أنه الصلوات اللي ذكرها والأدعية تبين له هذه الإشارات في أحشاء يعني هذا الحيوان اللي هو المصنوع يعني من الأغنام. زين، هم من يعني من يشوفون بس الإشارات ويترجموها، يوهم إنه يلعبون دور بالصلاة وإنه بس من ناحية السحر، يعني عندهم غير دور إنه بس عدد ترجمة مع الإشارات اللي يشوفوها. هاي بالنسبة للكاهن المختص بالعرافة، هو يترجم كأنما نعتبره مترجم لما يظهر من حسب الوسيلة المستخدمة في العرافة. قد يكون يعني اللي مثل ما يعني صنفناها العرافة العملية والعرافة السحرية، في كل مختص في شيء معين، مثلا مختص في قراءة طالع أو قراءة العرافة الخاصة بالطيور أو الخاصة بالكبد أو الخاصة بالظواهر الطبيعية ومتابعة الأجرام السماوية. اوكي، سو بعدين الكاهن عنده غير اكو غير نوع انه يقدرون يلعبون غير دور من ناحيه السحر وهالاشياء او نعم، هناك يعني الكثير من الكهنه المختصين بالسحر والكهنه المعزمين لطرد الارواح الشريره وغيرها. السحر كان يعني شلون نقول جنبا الى جنب مع الدين، يعني ما كان يفترقن هذا الشيء. وهم بس مرتبطين بالمعبد والقصر، ما كانوا يعني بين الناس العادية لا بالتأكيد أنا ذكرت هذا الموضوع بالنسبة للكهان المختصين بالعرافة لم يقتصر على وجودهم مع الناس أو على الملك، كان يعني بالنسبة للملك خاصين بالملك، لا بل كانوا يعني أمام جمهور وغيرها أو الناس الموجودين في ذلك الزمن، أصلاً كانوا يجلسون في بوابات القصور وغيرها. مثل يعني الزجرات، كانوا إنه يكونون بالزجرات شنو يسموها؟ الزقورة قصدك أو المعابد؟ yeah. yes. بين المعابد وبين القصور وبين عامة الناس، يعني حتى يكونون يعني متاحين أمام أي شخص يعني يحتاج قراءة الطالع. يعني إحنا من الأمثلة اللي وردتنا إنه الملك كان يستشيرهم في البناء وفي اختيار ولي العرش وفي المعارك وبناء المعابد وبناء القصور وفي كل يعني مفاصل الحياة. فلا بد أن يكون الشعب أو الناس العاديين من عامة المجتمع أيضا يستخدمون هذا العلم هذا في كل مفاصل حياتهم المختلفة. وكان بين الأشياء يعني اللي بالسومرية اللي اكتشفوها، كان أكو صلاة هواية بين مثلا الإشارات هذه، هم يكتبون صلوات أو الصلوات كانت نفسها تختلف، مثل ما أنه إذا الحيوان يشوفه بهالطريقة وبهالطريقة معناته هيجي، أو كانوا يكون عندهم نفس الصلاة مثل ما إحنا مثلا هسا الديانة عندهم صلاة مالتهم ونفسها، يو كل واحد طريقة اللي تعتمد على الشيء دي يعني تجربة اللي يكون بيها.
بالنسبة للتراتيل، يعني بالنسبة للمعابد، بعد يعني شيوع اللغات، اللغة الأكادية بلهجتيها البابلية والآشورية، بقت اللغة السومرية حبيسة، نقدر نقول هي حبيسة المعبد، أو اللغة الدينية أو اللغة القديمة المختصة بالديانة، دائما تكون هي اللغة الدينية الخاصة بقراءة التراتيل والتعاويذ وغيرها والأدعية والصلوات. وبقت لأي مدة بعدين شكت يعني هذا لا الشيء؟ لا حتى لا إلى نهاية الفترات البابلية الحديثة والفترة الآشورية الحديثة كانت مستخدمة في، لكن مقتصرة على طبقة المعبد أو إلى المعابد في يعني إلقاء الصلوات والأدعية وغيرها. وكنا احنا قارين يعني انه السومرية اكو like tens of thousands، الوفات الالوفات اللي واحد ما دي يلحق انه دي يترجمهم هاي. اكو يعني هسه طرق انه واحد دي يقدر انه حتى نقدر اكثر نتعرف على تاريخهم وتقاليدهم؟ اكو شغل من خلال بالعراق هسه، السمسمارية، يعني هسه الشغل بالعراق تقدرون يعني انه مثلا يزيد حتى تقدرون تلحقون على يعني قارية انه اكو 10 الوفات اللي ما يلحقون انه يترجموها، فبيا طريقة واحد مثلا يقدر هذا الشيء او بيا طرق العالم دي يسوون او حتى يقدرون يلحقون او يترجموها لتاريخهم وتقاليدهم؟ طبعا هو بالنسبة للتقاليد وغيرها، يعني من خلال النصوص المسمارية وخلال أعمال التنقيبات اللي تظهر لنا النصوص، الدراسات طبعا ما متوقفة لحد الآن وطولها الفترات الزمنية السابقة، وإلى الآن دراسة النصوص المسمارية على مختلف الأساتذة والمختصين والجامعات العراقية المختصة في علم الآثار والكتابات المسمارية غير متوقفة، وفي يعني عطاء مستمر وفي إظهار نتاجات جديدة شيء في شيء. وهاي أيضا يعني بغير بلدان العالم همينة إنه دي يقدرون يسوون نفس الشيء أو بس الأشخاص ايضا اللي بلي هاي طبعا النصوص المسماريه اللي قبل الاتفاقيات، يعني كانت تخرج من العراق او من خلال اعمال التنقيب او من خلال اعمال النبش اللي كانت تصل الى اوروبا وغير اوروبا، او حتى يعني النصوص المسماريه اللي خرجت خلال يعني الحرب العراقيه الامريكيه في 2003، الاف مؤلفه من النصوص المسماريه خرجت وبطرق غير شرعيه طبعا، و هذه النصوص اندرست ونزلت في كتب ومؤلفات، وطبعا الأحقية العلمية للعراق ومن حقه أن يطالب بها باعتبار أنه هذه النصوص فرغت حتى لو تم استعادتها إلى العراق ورجعت إلى المتحف العراقي وغيرها، لكن فرغت من معلوماتها ونشرت في مجلات وفي كتب وفي مؤلفات، ولكن غير هذا أن المتاحف العالمية المعروفة تحوي آلاف آلاف مؤلفة من النصوص المسمارية المدروسة وغير المدروسة إلى الآن ومستمر بدراستها يعني علماء الآثار الأوروبيين والأمريكان. يعني موضوع كان كلش حلو، وإذا واحد مثلا يعجبه إذا يقرأ إذا بالإنجليزي أو بالعربي أكو كتب موجودة أتصور. مكتوب عن العرافة، قصدك انه كتاب مثلا كتاب سومر فكر ومعتقد دكتور فاضل عبد الواحد، وايضا المعتقدات الدينية للدكتور سامي سعيد الاحمد، وكتاب جوان اوتس بابل تاريخ مصور وعلوم البابليين روثن مارغريت روثن ايضا تذكر العرافة وغيرها من المواضيع، وايضا اكو رسائل، اعتقد رسالة ماجستير او اطروحة الدكتوراه ما بالضبط ما متوفرة عندي، وبعض المقالات والبحوث للدكتور سامي سعيد الأحمد في هذا الصدد. So, أتصور أكو أكيد راح يكون next time تجي تقول لنا يعني عن موضوع جديد، لأنه هاي المواضيع كلش حلوة، واحد ولو إحنا نقرأ عنها بس مرات because أنت تسوي الترجمة اللي تسويها فأكثر عندك علم عن هذا الموضوع. فأكو بالتأكيد. علي آخر كلمة يعني تحب إنه تقول لنا أي شيء، يعني آخر كلمة ويا إن شاء الله راح نكون وياكم يعني بانترفيو جديد، وراح يكون على واحد من علوم العراق القديم أو أحد موضوعاته، وإن شاء الله هاي مو الأخيرة. شكرا جزيلا لكم للاستضافة. Thank you very much. Thank you, Ali. Thank you for شكرا joining جزيلا. us, everybody. Have a wonderful day. Take care.